سلام الوطن الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار. قائلا أبات الحب عشاقا وحبك أنت يا فلسطين وأحياني، ولو خيرت في وطن غيرك لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حناي القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني. هذا هو منطق معالي وزير التربية والتعليم العالي دكتور صبري صيدم، إذ يقترن اليوم بحدث يجمع بين معشوقتيه فلسطين والتكنولوجيا، فإليه نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. باسم أسرة وزارة التربية والتعليم العالي أرحب بكم جميعا وأقدر هذا الجهد المشرف لأبنائنا وبناتنا، وهذه سيرة حسنة تضاف إلى سير كثيرة من عطاءات أبنائنا وبناتنا، وهذه مفخرة فلسطينية بامتياز ترفع نسبة هرمون التفاؤل في دمنا جميعا وفي انتمائنا إلى مسيرة التكنولوجيا والعلوم. مقدرة جهودكم أينما كنتم، مقدرة جهودكم في ظل هذه الهجمة الصهيونية الغير مسبوقة التي فيها يترجم أبنائنا وبناتنا حبهم لفلسطين وعطائهم وتميزهم. خلال نصف ساعة من الآن سنستقبل نائبة رئيس الوزراء الصيني وصحبها والوفد العريض الذي سيصاحبها، وسيكون عنوان حديثي معها هو هذا المعرض الذي أتشرف فيه أن أباهي فيه النفس وأباهي فيه العالم، وهذا جهد يقدر لكم، لأمهاتكم، لأبائكم، لمعلميكم، لمشرفيكم، لمدراء التربية، لمدارسكم، لمواقعكم الجغرافية. بوركتم أينما كنتم وأينما حللتم. الربع ساعة القادمة عسيرة لكنها مهمة في حياة شبابنا وشاباتنا. سنكرم المكرمين وسنعلن النتائج. لذلك أريد أن أقول قبل إعلان النتائج ما يلي. أولاً، مررت بسرعة على العديد من المشروعات ولم أعطي البعض منها حق، ولكن أريد على غير عادة أن أدعوكم إلى برنامج تلفزيوني تقوده وزارة التربية والتعليم العالي، يشارك فيه كل من شارك في هذا المعرض بواقع 3 مشاريع لكل حلقة. سننظم مع تلفزيون فلسطين بحيث تأخذ حقه ليس أمام وزير التربية والتعليم العالي وليس أمام الوزارة، وإنما أيضا أمام كل الشعب الفلسطيني الذي يحضر. أنا الآن أريد أن أطلب من الفريق الذي يتوقع بأنه سيكون الفائز أن يصفق لو سمحت، وأريد أن أضع بين أيديكم تحدي. في خطابه أمام كثير من الأمم يتحدث نتنياهو عن المنهاج الفلسطيني الذي يعلم التحريض. أنا أسأل الجندي الذي قتل عبد الفتاح الشريف، أي منهج ذاك الذي درسه؟ والجنود الذين حاولوا أن يقتلوا أحمد مناصرة وعذبوه وسجنوه، أي منهاج ذاك الذي علمهم؟ والمستوطنين الذين حرقوا بيت دوابشي، وأنا فخور اليوم أنه في مشروع بيحمل اسم بيت دوابشي، أي منهج ذلك الذي علمه؟ اليوم سنقول للإسرائيليين ونقول للفلسطينيين اليوم حتى نزرع بذرة أمل بسيطة، أنه اليوم وزير التربية والتعليم العالي يقول لجموع الأطفال الشباب والشابات اللي موجودين في القاعة، أضع بين أيديكم تحدي، أريد لمن هو جاهز أن يأتي مباشرة للوزير ويقول أنا جاهز. إحنا اليوم أطفالنا بدنا إياهم يبنوا أول قمر صناعي فلسطيني، أول قمر صناعي فلسطيني كما بنوا أبنائنا في الداخل بأيدي فلسطينية عربي بني في إحدى مؤسساتنا التعليمية. نريد أن نبني في الضفة وفي غزة ما فيها القدس على عيننا وراسنا أول قمر صناعي فلسطيني، وبالتالي بدي أشوف مين من الفرق يقبل هذا التحدي ويختار هو مهمة هذا القمر الصناعي.
إما لأغراض بيئية، لأغراض صناعية، لأغراض كيميائية، لأغراض طبية. تفضل تشوف إيدين أكثر. أغراض طبية. يلا يا شباب طالب تشوف الإضافي. ها هيا بدأت تبني القمر الصناعي. أنا بدي أبني القمر الصناعي. سامحونا الوقت عصيب، الوقت اللابتوب اللابتوب اللي شايفينه انتو هو خالص خلاصة 704 مشاريع تم العمل عليها بمنتهى الشفافية ومنتهى الحرفية من قبل المنسقين في مديريات التربية والتعليم وطاقم المديريات وعلى رأسها مدراء التربية والتعليم. شكرا جزيلا لكم جميعا في مديريات التربية والتعليم. شكرا لمعلمي المدارس اللي واكبوا ومديري المدارس اللي واكبوا هذه المشاريع، وشكر كبير جدا للمقيمين اللي بذلوا مجهودات بالأمس واليوم لوقت متأخر حتى قدرنا نصل لتقييم شفاف وموضوعي 100% لكل ما سنعلن عنه. الوفد بده يوصل المدرسي. وآخر شكر أخي طالب، أسرة الإدارة العامة للتقنيات وتكنولوجيا المعلومات تستحق منا كل الشكر دكتور أمجد على الجهد المبذول فيه. أنا بدي التأخير بدي أطلب مع الوزير أن يعلن النتائج أولاً 10 ومن ثم 4 التي ستمثل فلسطين في معرض إنتل الدولي الذي يعقد في شهر 5 في الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل معي. اخوان من المفترض ان يصلنا الوفد الساعة 11:30. الوفد الان قارب على الوصول الى المدرسة فيصل الحسيني وبالتالي مستعجلين في اعلان النتائج. سأبدأ ترتيب العكسي. ترتيب عكسي الاخر للاول. هناك مشروع مكرر وبالتالي سنعلن عن 11 مشروع. المشروع رقم 11 هو من مديرية بيت لحم. واسم المشروع طيب الله أنفاسكم جميعا. يا ريت عندي وقت أطول ألعب في أعصابكم. المشروع رقم 11 هو الزجاج الذكي. المشروع الثاني هو مشروع مدرسة وكالة الغوث الذراع الآلي لقطف الثمار. المشروع اللي بعده رقم 9 وهو من مديرية أريحة وهو الثلاجة الإلكترونية. المبروك. المشروع الذي يليه هو من جنوب الخليل وهو مشروع بيت دوابش الآمن. بارك الله فيكم. والمشروع الذي يليه هو من مديرية قلقيلية وهو الصيدلية الذكية. المشروع الذي يليه هو من مديرية جنين وهو الدرج الذكي متعدد الاستخدام. اللي بعده هو من مديرية الخليل وهو جهاز نقع وتنظيف القطع الميكانيكية. أما المشروعات التي ستشارك في معرض آيسف لإنتل ابتداء من المرتبة الرابعة. مشكلتي دائما بستعجل. المشروع من مديرية نابلس وهو مشروع دائما. المشروع اللي بعده هو من مديرية قباطية وهو مشروع جست اون تايم. ألف مبروك. اللي بعده من مديرية أريحة وهو العصا الذكي. ورقم 1 بامتياز من مديرية نابلس.
أنا صوتك. أنا أسمعك. ألف مبروك.